احييكم ثانية بتحية الاسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد لقاؤنا وعطاؤنا معكم ونحن في هذه الليلة الطيبة، ليلة تكريم ووداع الاب الراحل، الاب الذي ربى فاحسن التربية، رحمة الله عليه، عم الحاج شحاتة محمد عطية. جئنا مواساة منا ومشاطرة للاسرة الكريمة والعائلة الكريمة، المعلم احمد شحاتة محمد عطية، والاستاذ عطية شحاتة محمد عطية، والاستاذ محمد شحاتة محمد عطية، والاستاذ حسن شحاتة محمد عطية، وصاحب الواجب دائما وابدا الشيخ فكر ابراهيم عبد القادر، والاستاذ محمد ابراهيم عبد القادر، والكابتن السيد ابراهيم عبد القادر، والاستاذ عبد القادر ابراهيم عبد القادر، وايضا مشاطرة منا الى باشمهندس مصطفى ابراهيم عبد القادر، والى المعلم شحاتة محمد عطية، والاستاذ ابراهيم حسن عبد القادر، والمعلم حسن مصطفى ابراهيم عبد القادر، وايضا مشاطرة منا الى اصحاب الواجب دائما وابدا الحاج فرج ابو سعيد، والاستاذ عمر ابو سعيد بكهرباء كفر صخر، وايضا مشاطرة منا الى اصحاب الواجب ايضا دائما وابدا الاستاذ محمد عرفة عبد الكريم والحاج عبد الرحمن عرفة عبد الكريم وجميع عائلات عرفة. اتقدم عنهم جميعا بخالص الشكر والتقدير لكل من اتى اليهم ليقدم واجب العزاء، سائلين ربي في علاه ان يتغمد الاب الراحل بواسع الرحمات وان يلهمنا واهله الصبر والسلوان، كما نسأله في عليائه ان لا يحرمنا اجره وان لا يفتنا بعده، وان يغفر لنا وله انه ولي ذلك والقادر عليه. فمن حسن طالعي في هذا الليل الطيب، في هذه الليلة الطيبة المباركة، ان معي ومعكم في هذه اللحظات عملاق من عمالقة القراء في مصر والعالم الاسلامي، سفير مصر بالدول العربية والاوروبية، قائد الجامعة الحركية، قارئ صوته كالندى في الصبح تلألأ وبكت معه عيون مستمعيه، سمعه الطير فغنى على اشجاره، سمعه الفراش سبح على اذهاره، لعب بصوته الرنان على اوتار القلوب، فوقف المحب تحية لسماع صوته. انه القارئ الموهوب، ملك الاحساس وملك المقامات، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق، القارئ والمقيم بشبرا اليمن محافظة الغربية، والذي شرفنا به عبر اذاعات القرآن الكريم في قرآن الفجر وقرآن الجمعة والامسيات الدينية. الله اسأل بفضيلته دوام التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، فليتفضل. مشكور. يعني اذا سمحتم هنطلب من الاخوه اللي دخلوا سجاير يعني يستحملونا شويه التلاوه للقراءه ديت، ونستسمحكم يعني بس تطفوا السجاير، احنا في مأدوبة القران وفي مجلس تحفنا الملائكه، اذا تكرمتم يعني جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،
ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله بس
قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة الذين آمنوا يقيموا الصلاة يقيموا الصلاة
هذا شباب. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الأنهار. صدق الله العظيم. الله يعزك من عزك ربنا يتقبل منهم. على راسك على راسك. اهلا وسهلا. ساعتك مشكور. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر. وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار. من
تفضل يا عبد الحاج. يا الله عليك يا معلم، يا معلم حافظ عليك. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وآتاكم من كل ما سألتموه. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن وإن تعدوا نعمة
الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا أسكنت من
محرم. ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل ساب. صدق الله العظيم. الله يكرمك حبيبي.
قدم لنفسك وأنت مالك ما لك من قبل أن تصبح فردا وحيدا فريدا في قبرك ولون حالك حالك ولا تدري إلى أي المسالك أنت سالك أتصير إلى جنة عدن أم في المهالك أنت هالك هكذا إخوة الإيمان والإسلام لقد عشنا وسمعنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة العطرة من كتاب الله عز وجل وبالتحديد من الجزء 13 من رائعة سورة إبراهيم تلاها على مسامح حضرتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فخر قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي مواجهة مشرفة لمحافظة الغربية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب طب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمصري والقنوات الفضائية والمقيم بشبرا اليمن محافظة الغربية الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة في ميزان حسناته وأن يوفقه دائما إلى ما يحبه ويرضاه نقلت هذه التلاوة عبر الهندسة الصوتية المتميزة دائما وأبدا الحاج محمد المرسي عميد الصوتيات بتقهلية يتلألأ المكان وتزين بالإنارة الحديثة والمتميزة مخازن الفراش الكبرى مهندس أحمد الألفي والمقيم بشنيط الحرب ومركز ومدينة كفر صبري تقديم واجب الضيافة خدمات الفندقية المتميز دائما وأبدا الباردي العميد محمد حافظ الباردي والمقيم بالبوردية مركز ومدينة كفر صبري بس الهواء والتصوير بروفيسور التصوير مهندس محمد لطفي والمقيم بالفريين مركز ومدينة كفر صبري كما أيضا أشكر التسجيلات النادرة للحاج صبح الشبراوي والمقيم بصدقة محافظة الدقهلية إخوة الإيمان والإسلام تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى إليهم ليقدم واجب العداء سائلين ربي في علاه أن يتغمد الأب الراحل بواسع الرحمات وأن يلهمنا وأهله الصبر والسلوان كما نسأله في عليائه ألا يحرمنا أجره وألا يفتنا بعده وأن يغفر لنا وله إنه ولي ذلك والقادر عليه إخوة الإيمان والإسلام بعدما عشنا في رحاب هذه التلاوة العطرة تعالوا معا نعيش مع سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه الكلمة الطيبة يقدمها على مسامع حضراتكم أستاذ أصول اللغة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فضيلة الدكتور بدري حسن الله أسأل لفضيلته التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع فليتفضل مشكور